الاخضر عروش على بنك المولديه والمدرب المصري باسم السكي على بنك الترجي، والهدف الاول للمولديه في الدقائق الاخيره بفارق هدف وحيد. هنا التسديد الممتاز التصدي من حارس الترجي أصيل النملي، أول تصدي لأصيل في هذه المباراة ممتازة جدا، التسديدة من حازم. نهاية عملية التقاطع مع مولود بوريش، مولود بوريش يوصل الكرة لنهاية توصل إلى لاعب الدائرة، قلت لاعب ممتاز لاعب الدائرة. الحمد لله ما كبرش الفارق للمولدية، بلال العبدالي يوصل لغسان التومي وينجح غسان التومي وقت اللي يطلع مرتاح غسان التومي وتكون الزاوية محلولة قدامه هكا ما يضيعش. الحمد لله انه الكره اللي فاتت اللي سجلها رضا عريب كانت دخول في المنطقه ما وقعش. هو لاعب الدائره او الجناح او الظهير، اكيد هذه هي الحلول والاسلحه لفك رموز الدفاع المتقدم وممتازه جدا. الركولات من يوسف عبد اليوسف معرف عفوا لاعب لمس الكره من دفاع المولديه اللي الان في الهجوم وينجح في تسجيل الهدف الثامن. ياسين جديب او الهدف التاسع في الكره من رجب شوشان، ممتازه العمليه من يوسف معرف والهدف 11، ممتاز جدا الهدف من يوسف معرف. شوف كيفاش تجاوز مدافع المولدية بتمويه مباراة والتفاعل مع نتيجة المباراة، ما إلا زالت لسان يرجع لهنا. بلال العبدلي ممتازة التسديدة من إلياس حشيشة رغم أنه تسديدة يوسف معرف سدد وكان مضايق. ممتاز جدا العودة الدفاعية السريعة من رجب شوشين يتمكن من قطع الكرة يعكس الهجوم للترجي لياس حشيشة ويسجل الهدف. قطع الهجوم الآن للمولدية، رضا عريب يحاول يطول في الهجوم للمولدية باش ما يخليش فرصة للترجي في هجوم.